بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. مبدئيا وقبل اي حاجه، عزيزي المشجع ارسنال، عايز اقول لك حاجتين بس. اولا البطل لازم يكون محظوظ، ثانيا كفى صياح عزيزي. النهارده ارسنال قدم مباراه عظيمه، النهارده ارسنال الشوط الاول كان جيد جدا، الشوط الاول كان بيقول ان ارسنال صعب جدا في الاجواء دي اللي كلها روح وحماس وجرينتا ان هو يخسر. بس تذكر عزيزي انت لديك الاكس فاكتور دائما، وهو تشاكا اللي هو ممكن تكون عامل مباراه عظيمه جدا جوه الملعب وتشاكا في غمضه عين كده طرد او ضربه جزاء يجي يقلب لك الجيم، والحمد لله رب العالمين تشاكا عملها النهارده. والله تشاكا عملها النهارده، يعني في عز ما ارسنال ما بيقرر ان هو يقفل الاطراف على سيتي بيب جوارديولا، عشان خاطر سيتي بيب جوارديولا ما عندوش فيرويد. بيب جوارديولا هو لسه مقتنع ان الفيرويد المهاجم الخفي او المهاجم الوهمي، بسم الله ما شاء الله، فكره ناجحه وفكره مفيده، مع ان كل فرقه كبيره بتنزل تقفل لك على رياض، تقفل على جاك جريليتش او فيل فودن، لان بسم الله ما شاء الله رحيم ستيرلينج مش محتاج حد يقفل عليه، هو كده كده رحيم ستيرلينج اساسا وجوده في ماتش كبير بيكون شيء بيعيق مانشستر سيتي الصراحه يعني، والشهاده لله. بس مفترض ان احنا كنا عندنا حساب ارسنال، اه والله بجد، يعني مفترض ان بيب جوارديولا مختار ان هو يلعب ناس الايقاي ناحيه الشمال علشان خاطر يعرف يوقف بياكو ساكا، والله بجد يعني مفترض يعني ان هو فعلا ما حاطط ناس الايقاي عشان يوقف بياكو ساكا، فالناس الايقاي ما عملش واجب هجومي عادي، مش مطلوب منك، مطلوب منك توقف ساكا، فالحمد لله رب العالمين اللي جاب الجول ساكا. اه والله بجد يعني احنا منزلين ناس الايقاع اساسي عشان خاطر يوقف الناحيه اللي فيها ساكا، ومبيعين احنا نص الملعب وسايبين كيفن دي برونو وبرناردو سيلفا يهاجموا على امل ان ناس الايقاع هيرجع يقفل النص، وبعد كده رحيم ستيرلينج هيرجع وراه يقفل المساحه اللي هو هيسيبها، والحمد لله رب العالمين الكره اتقطعت من هنا. لسه هنعمل، لان ناس الايقاع عقبال ما راح يمسك ساكا كان ساكا حط في الجون وخلاص بقى، معروف ان مانشستر سيتي اول ما بيلبس جون ما بنرجعش، رحيم كاكا هيفضل يلوش وبيلعب، تحس ان هو بيلعب كره شراب يعني، عايز يعدي من الاول والثاني والثالث والرابع والخامس ويخش يزيد. رياض محرز بيحاول، بس كان ترني للامانه كان عامل جيم دفاع عظيم، والناحيه الثانيه برضه توماسيو كان عامل جيم دفاع عظيم. مش هنقلل من توماسيو ولا هنقول ان توماسيو عامل مباراه كويسه لان قدامه رحيم ستيرلينج، لا توماسيو عامل مباراه كويسه لما كانت قدامه ناس افضل بكتير من رحيم. رحيم ستيرلينج كده كده هو في الماتشات الكبيره ضيع، بس توماسيو الامانه قدم مباراه عظيمه. ارسنال كان ماني فكرته فعلا ان هو يقفل على سيتي ويعتمد على المرتدات، وفعلا اعتمد على المرتدات وقدر ان هو يخلص، بس زي ما قلت لك الاكس فاكتور بقى معلم ولدنا تشاكا، شايفنا مزنوقين مش عارفين نروح مش قادرين خالص، فبيعمل فاول بيعمل ضربه جزاء مع برناردو سيلفا. على فكره الكره بتاعت اوديجارد ممكن تتحسب عادي، الكره اللي هي الفار اكد ان ما فيهاش حاجه، بس هو ايدرسون دايس على الكوره، يعني ايدرسون دايس على الكوره، رجل في رجل، بس ايدرسون خد الكوره، يعني الكوره ما تحسبش ضربه جزاء، وكره سيتي ضربه جزاء. والله بجد يعني كره سيتي في شده بتقول لها حد ان تشاكا اهو عمل ضربه جزاء، اهو تشاكا عمل ضربه جزاء، اهو تشاكا ولع الماتش على ارسنال، لعيبه ارسنال حاسه ان هو الجيم بتاعنا واحنا مقدينا ده كويس، بس تشاكا الله يبارك له رجع الجيم. والله تشاكا الله يبارك له رجع الجيم. لابورت مش شايف قدامه، كان عايز يدخل ارسنال تاني في الجيم، فناس ان كاي عمل الحسنه الوحيده ليه النهارده، هو شال الكره على خط الجول، روح الشهيد كايل ووكر، وكايل ووكر على فكره بيب قلب عليه قلب سودا، يعني بيب مره واحده كده رمى كايل ووكر بره خالص، وقرر ان هو مش عايز كايل ووكر تاني، وزيرتشينكو يبقى ناحيه الشمال وجواو كانسيلو ناحيه اليمين، حتى زيرتشينكو هو مصاب بالكوفيد مش هنلعب برده جواو كانسيلو شمال وهنحط كايل ووكر يمين، لا مش هنزل انا كايل ووكر، كايل ووكر قفلت كده. بس تمام يا رب تقفل على رحيم برضه، ما تقفلش على كايل ووكر في الوقت اللي احنا محتاجين فيها كايل، ورحيم ستيرلينج يكون موجود حتى لو جاك جريليتش سيء، جاك جريليتش يستحق ان هو يكون موجود النهارده. فيل فودن اتوقع واتمنى ان انت كنت ناوي تلعب فيل فودن اساسي النهارده هو جبريال، لان اعتقد ان البدايه برحيم والاستمرار بيه لحد نهايه المباراه دي جريمه فنيه، بس طبعا هتعدي عشان خاطر الحمد لله ولادنا رودري قدر يخلص كل العك ده بالهدف الثاني، لان احنا برضه بعد طرد ارسنال كنا معرضين ان احنا نلبس هدف اكتر ما نسجل، يعني هم بيلعبوا 10 بس هم قادرين وعندهم روح وعندهم حماس وفي جمهور واقف في ظهرهم، ولحقت السيتي خلاص رياض شد الغطاء خلاص تعب مش قادر، برناردو سيلفا برضه تعب مش قادر، كيفن دي بروين مصمم ان رحيم ستيرلينج هو اللي خلص الماتش، وجوارديولا شاف التغيير الوحيد اللي لازم يحصل انه يطلع جابريال، جابريال مش رحيم، يطلع جابريال ونلعب بقى مهاجم وهمي اللي هو يا الله تاني افكار فنيه كلها ما تجيبش المباراه، بس حظ وسوء توفيق للارسنال ممكن يجيب المباراه. وتشاكا برضه لا تنسى تشاكا، احنا محتاجين كلنا في المباراه دي نشكر تشاكا على ضربه الجزاء، مش محتاج اقول لك ان محرز ولدنا متخصص وكده كده هيحطها حتى لو مش قدامه رامزديل، لو قدامه عيله رامزديل كلها مهما رامزديل قاعد يحك في الحته اللي هيتحط عليها الكره بتاع ضربه الجزاء برضه رياض هيجيبها، والنبي لو عملت ايه رياض هيحطها يا باشا.
عايز اقول لك في نهايه الفيديو ده انت مشجعين ارسنال، فبصراحه ارسنال عمل مباراه عظيمه جدا بصراحه. ارسنال لاول مره يبقى ضد مانشستر سيتي من فتره طويله جدا. ارسنال محتاجين ان نقدم الشابو ل 11 لعيب، نقدم الشابو للتغييرات، حتى محمد النند اللي نزل نقدم التغييرات نقدم الشابو لكل حد. بس برده لا تنسى السياحه اكتر يا ابو عزيز، مبروك عدينا الحمد لله، عدينا على خير. وتذكر دائما ان اوباميانج وابتعاده عن الفريق واحد من اهم الانجازات اللي انت كسبتها كمشجع ارسنال بجانب المركز الرابع اللي اوريدي هيضيع منك علشان خاطر في فرق تحتيك ليها ماتشات مؤجله. ان عجبك هذا الفيديو اعمل لايك، ولا ان يعجبك عزيزي فتذكر دائما ان متعه الانتصار بالحظ اكبر كتير جدا من متعه انك تكون منتصر وانت مقدم جيم اسطوري. ممتع والله. شكرا تشاكا، ثانك يو تشاكا، ثانك يو تشاكا.